طب ايه اللي كان هنا بقى بتقول؟ كان هنا في مجموعه من منتجات النسيج والسجاد، كان في سجاد ايرانيه، بس كان في حاجه مميزه هنا جدا اللي هي جزء من غطاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بس الحمد لله لم يتعرض لاي اذى وطلعناه في المخازن والحمد لله تمام بحاله جيده جدا الحمد لله. كان هنا كده؟ اه كان هنا. Mm-hmm.